أيضا من القصص التي يعيشها الناس وهي تبقى في واقعهم أبد الآبدين، وهي قصة الغنى والفقر والطغيان. فإن الله ذكر أنه آتى رجلا جنتين وأجرى فيهما الأنهار وجعل فيهما من أنواع الأرزاق ما لا يمكن أن يعد ولا أن يحصى، وجعل له صديقا دونه في العدد والعدد ودونه في المال، ولكن هذا الصديق هداه الله للإيمان به ولخشيته والامتثال لأوامره وشكر نعمته. فجاء هذا الصديق يوما يزور صاحب الجنتين، فلما أتاه ذكره بالله وأن يشكر نعمة الله عليه، فإذا هو قد تجاوز به الطغيان ذلك، فبين أنه خير منه نفرا وأنه أكثر منه مالا وولدا، فتكبر على صديقه وكفر نعمة الله عليه، وازداد به الطغيان حتى أنكر البعث. فالإنسان يطغى عندما تتوافر لديه الوسائل، وقد قال الله تعالى: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فالإنسان لا يستغني أبدا، ولكنه يرى نفسه استغنى، ولذلك قال: أن رآه استغنى، ولم يقل أن استغنى، فهو لا يستغني أبدا ولكن قد يرى نفسه استغنى. والغنى الحقيقي إنما هو غنى النفس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الغنى غنى النفس، ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. فالذي آتاه الله القناعة فقد أغناه، ولو لم يكن يملك شيئا، لأن الأرزاق بيد الله، وقد ضمن لكل نفس منفوسة على هذه الأرض رزقها حتى تموت. ولذلك قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فهذا الرجل طغى وذكر أن هاتين الجنتين لا يمكن أن تنفدا ولا أن يزول ما فيهما من الأرزاق، بل تجاوز ذلك حتى أنكر البعث والحشر إلى الله سبحانه وتعالى فكفر. فلذلك بين له صاحبه أن هذا سبب لزوال نعمته، فكل نعمة أنعم الله بها على الإنسان شكرها هو قيدها الذي يديمها، وقد تعهد الله لمن شكر نعمته أن يزيده منها. فقال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وشكرها ينقسم إلى قسمين: إلى شكر باللسان وشكر بالعمل. فشكر اللسان أن يثني الإنسان بالنعم على مسديها وأن يذكرها لله جل جلاله، فهو الذي أنعم بهذه النعم ويثني بها عليه، فهي من خلقه وتدبيره، وليس للإنسان فيها صرف ولا عدل. والشكر الثاني هو شكرها بالعمل، وهو أن يصرفها الإنسان في مرضاة من أسداها. فالذي يريد أن يشكر نعمة الله لا بد أن ينظر إلى كل نعمة فليصرفها فيما أذن الله فيه. فالذي يصرفها في غير ما أذن الله به في ما أذن الله فيه لا شك أنه غير شاكر للنعمة وهو غافل عنها، ولذلك لا يمتع بها. ففي ليلة واحدة سلط الله على جنتي هذا الرجل حسبانا أي صواعق من السماء، فأحرقت النخيل والأعناب والحرث والنبات والشجر والأنعام وكل ما في هاتين الحديقتين، ثم قطع الله الأنهار التي كانت تجري فيها فدخلها، فإذا هو يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا.